عهد برعاية سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة. نجل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. نظم الاتحاد البحريني لألعاب القوى على صالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة مهرجان ألعاب القوى للأطفال بمشاركة أكثر من 100 طفل. وقد شهد سمو الشيخ فيصل بن خالد المهرجان وتابع مسابقات ألعاب القوى المصغرة في كافة أرجاء الصالة، وشارك سموه معهم في بعض المسابقات والتقط الصور التذكارية معهم. بعدها قام سموه بتتويج المشاركين في جميع المسابقات، حيث شهد المهرجان مسابقات ألعاب القوى المصغرة في الرمي والقفز والجري على شاكلة ألعاب تنافسية مرحة ومشوقة باستخدام أدوات متنوعة، ما يساهم في إبراز وتنمية طاقاتهم وقدراتهم. وشهدت تلك المسابقات إقبالا كبيرا من الأطفال من كلا الجنسين، ليحقق المهرجان أهدافه في استقطاب أعداد كبيرة من الأطفال. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بنجاح مهرجان ألعاب القوى للأطفال الذي يقام سنويا تماشيا مع سياسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى بهدف نشر رياضة ألعاب القوى في كافة أرجاء المملكة وتوسيع قاعدة الممارسين من المراحل السنية المبكرة وجذب الأطفال لممارسة ألعاب القوى من خلال ألعاب مصغرة تنمي مواهبهم وتبرز قدراتهم وتعزز ارتباطهم بأم الألعاب منذ الصغر. وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن المهرجان حقق نجاحا وتميزا أكبر من الأعوام الماضية في ظل تزايد أعداد المشاركين سواء من الأطفال أو الجهات المشاركة الأخرى أو تنوع المسابقات المصغرة، كما أن تنظيم هذا المهرجان بالتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني عزز من نجاح المهرجان وأظهاره بالصورة اللائقة والمشرفة. وأكد سموه على حرص الاتحاد في تنظيم المهرجان لكسب أكبر عدد من المواهب الواعدة ورفض قاعدة ألعاب القوى بالعديد من الخامات الجيدة لتكون نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل، مؤكدا سموه على أهمية دعم ورعاية المواهب المتميزة في المهرجان من خلال برامج رعاية خاصة تكفل تطوير قدراتهم وتصقل مواهبهم. كما نوه سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهات المشاركة في المهرجان المتمثلة في المحافظات وباقي الجمعيات الأهلية، وهو ما يتماشى مع توجهات الاتحاد البحريني لألعاب القوى بتعزيز الشراكة المجتمعية. كما عرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم هذا المهرجان وبالأخص ممثلي الاتحاد البحريني لألعاب القوى الذين كان لهم دور واضح وبصمة بارزة في إظهار المهرجان بتلك الصورة الناصعة التي تعكس ما يتمتع به الاتحاد من كوادر بشرية قادرة على تنظيم مثل تلك الأحداث الرياضية بكل جدارة واقتدار، متمنيا سموه بأن يشكل هذا النجاح دافعا من أجل ابتكار المزيد من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في تطوير المهرجان وتعزيز مخرجاته في المستقبل لكونه أحد أهم البرامج التي يقوم الاتحاد البحريني لألعاب القوى بتنظيمها. المتعة وروح المنافسة لغات اجتمعت لتعطي مفهومها الأشمل في رياضة يحلق في سمائها كل من أراد أن يظفر بفرصة فوز مقتنصة على خصم منافس، وتحديدا من رياضة ألعاب القوى ينطلق مهرجان ألعاب القوى للأطفال الذي أتى بشاكلة من الألعاب التنافسية والمشوقة باستخدام أدوات متنوعة ليسهم في إبراز وتنمية طاقات وقدرات الأطفال كومضات تلوح في طريق تميز ومكانة ألعاب القوى على كافة المستويات. ما في شك أن مثل هذه المهرجانات هي تعنى برياضة ألعاب القوى للأطفال، وهي طبعا أساسيات وضعها الاتحاد الدولي كمبادئ ألعاب القوى، وقامت ربط مثل هذا الحدث بالعيد الوطني
ما في شك ان هذا يعني يمكن اتجاه جديد اتجاه الاتحاد ان اخذ فئه الاطفال وشارك في جمعيات وايضا جهات خيريه. ورعايه سمو الشيخ فيصل اليوم لهذا الحدث اعطى الحدث نجاح اكبر. طبعا نشكر سمو الشيخ فيصل نجد سمو الشيخ خالد بن حمد على تبني هذه الفعاليه، وامانه يعني كانت فرصه طيبه لاكتشاف المواهب، وشيء جميل انضمام الاخوان من ذوي الاعاقه في هذه الفعاليه. والله المهرجان هذه توجه من الاتحاد الدولي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على اكتشاف المواهب نقول للأطفال، حابين نبين للأطفال شنو ألعاب القوة، سوينا مسابقات من دمجة عشان نعرف الناس كلهم شنو ألعاب القوة ببساطة. وطبعا هاي النسخة الثانية من هاي المهرجان، طبعا في هاي النسخة المحافظات شاركوا، وبالإضافة إلى الجمعيات الخيرية للأيتام، بالإضافة إلى اتحاد البحريني ذوي الإعاقة، حاولنا ندمج كافة المجتمع في هذه المشاركة. لا تتسع الكلمات حمل مشاعر الفرحة ولا التعبير عن كل معاني الشكر التي غمرت قلب من يقف في طابور المكرمين من الأطفال المنضمين لصفوف اللاعبين لينالوا شرف الحصول على التكريم بأوسمة علقت على صدورهم تقديرا لهم على المشاركة. استأنسنا جنين نلعب ونحب الرياضة. اولا نشكر سعادة الشيخ انه سوى لنا هاي الرعايه، واحنا نحب الرياضه يعني، وما في شيء في الحياه الا ويا الرياضه. اشكر السمو الشيخ فيصل على قدومه الى امتحان البحريني العاب القوه. نشكر سمو الشيخ فيصل، استانسنا هني ولعبنا هني. أن تنظيم هذا المهرجان يتماشى مع توجهات الاتحاد الدولي لألعاب القوى بنشر اللعبة في أوساط صغار السن ودعم لتحقيق أهداف اتحاد ألعاب القوى الدولي ليكون نبراسا للأجيال القادمة لتواصل على ما حققته مملكة البحرين على صعيد ألعاب القوى. مهرجان ألعاب القوى للأطفال يأتي مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد، والذي يهدف إلى نشر ثقافة ألعاب القوى لفئة الصغار وتعزيز واكتشاف مواهبهم، بالإضافة إلى مدج صورة التعاون بين المؤسسات والجهات في المملكة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.